بدك تبكومنت وتفتح على نفسك وايد ابواب شل فايد لما تكون مقايد اسد من غير انياب افراد زايد ورا الكيبورد عمك نازلور تنزل علي دسمو من اعتبر نفسك اجنور اللي مثلك يقرا كلام منتقديني ويقوله وهو بنفسه مو عارف معاي ليش خطى الخطوه الاولى توقعت منه شيء اقوى بس قلم انتهى مفعوله مو مقبوله حركه شخص شخصيته عنها غير مسؤول يشب النار ولما يحرق نفسه يندم سلوكيات تافهه كيف حق اصحابها الغم ماني مهتم حق ولا كلمه قلتها في دسك نازي مسك ينهي مشوارك يمكن تمحسك انت نفس البعير حقدك بقلبك مزروع اتوقع بعد 20 سنه تفتح نفس الموضوع ارحل من حياتي ما احتاجك فيها اتمنى مرحله حقدك اللي تعانيها تعديها انت اشتبي الحين ابي افهم شنو المطلوب رتب افكارك واستوعب ان مخك هذا مضروب طول ما انت غلطان اذا موقفك ضعيف يعني معلش ما عندك سالفة والسبب حيل سخيف ما في اسهل منك لازلت منصدم من غبائك كنت مجرد هيتر تنشر كل حبتك في ارائك محاولة حلوة بس اللي قبلك كان اشطر مع ذلك ما تقدر لي عمك ناز نار خط احمر من باليه تلعب باليه هذا الحين راب انا سفرك وان وي على الحان الهيب هوب أهين ألف واحد منك وخليك عندي خادم تصرفات واحد أهبل يدخل بيف ويطلع نادم اسمك مو اسم رابر اسمك اسم صباق واللي مثلك تجزر على فاهم وبقت الفراغ في ايه يا بي كرامتك حتتمسح مش حتقدر تغمض عينيك حتتفشخ ما خلصنا تعال أبي حد يربيك انت عرس وعامل فيها الرابر الكبير عي البقايا مندلة هدلي بالك شكسبير انت غلطان بتم صغير مهما كبرت الحجة والحق ينتصر مهما تعصر مخك وترجع تحتاج ترتيب افكار صفاء ذهن وجدول ديناصور وترمينيتر شنو جوك يا الاثول اللي ضحكني انك من صدقك قاعد تتكلم واللي مثلك من اخطاءه مستحيل اصلا يتعلم ما تقدر تنافسني مهما كلت قبلها فول انا بالا عافسني وانا عن نهايته مسؤول بيقول ناس رافسني انا كويتي ما افهم شو تقول لا تقعد شابسني اهينك بالارض وبالطول انهيك كاني نووي والدار لاين عفوي قال لي روح من التنمر لا تتفلسف يا فهلوي اشكالك طبعا يطالبوني دايما في الاعتزال يخافون اكل جوهم مجرد حاطين وعذال انت ما تفهم ماكو مخ ماكو اسلوب اي مجهول الهويه وافتخر سمني باري تيوب الشاب طاري دائرتي شخباري اللي تقوله 2006 اعمالي علمتك معنى الرجوله انت متعود على الاهانه تحبها وتتلذذ فيها برزلي يبهتها كنا يقول لي اقصفها وامحيها داتا مستقله تنهي مشوارك في الراب اقتلك في هذه الساحه وارمي اعظامك حق الكلاب دس ضعيف حظ اوفر غبائك ما له حدود انهي اشكالك الهبله باقل من ربع مجهود واضح انك تعبان على الكورس الخرا اللي يفشل بعد هالدس اتوقع تتغير تصير ممثل تبي تلفت الانظار بطرق تنهي مسيرتك اللي مقويك شغله واحده بس عدد افراد ديرتك اما انت مجرد حشره صغيره تموت بسهوله ادوسك اذا ما كنت حذر بالكلام اللي قاعد تقوله اذكر في البدايه كانوا يقولوا لي ما تعرف لكن في النهايه خليت كل هذه الاراء تختلف حلو جوك وانت تحفر حفره وفيها تطيح امر يمها واسالك منو عمك ناز نار تعترف